ساعة واحدة استغرقها مرور موكب جثامين الشهداء في عاصمة الجنوب صيدا ليجتاز المسافة بين مدخلي المدينة الجنوبي والشمالي نظرا لحجم الاستقبال الرسمي والشعبي لهم. قرابة الثانية وصل الموكب إلى ساحة الشهداء حيث أقيم له استقبال حاشد تقدمه نواب وفعاليات المدينة والجوار وممثلون عن الفصائل والقوى الفلسطينية، فأطلقت الأسهم النارية والبالونات ونثرت الورود وحبات الأرز ترحيبا بموكب الشهداء. وعند المدخل الشمالي للمدينة بمحاذاة مسجد الحاج بهاء الدين الحريري أقيم استقبال ثان للموكب دعت إليه وزيرة التربية بهية الحريري، وشارك فيه علماء دين من مختلف الطوائف وحشد من الفعاليات. شباب كشافة لبنان المستقبل اصطفوا على جانبي الطريق ورفعوا الأعلام اللبنانية والرايات، وأكاليل الورود يتقدمها إكليل باسم رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري. لا شك أنه هذه المناسبة مناسبة جامعة لكل اللبنانيين، ومبارك للبنان بهذا الإنجاز الكبير تحرير الأسرى واستعادة جثامين الشهداء. لا شك كما قال الشيخ سعد الحريري أنها مناسبة لتلاقي اللبنانيين، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة يكون عندنا هناك مناسبات دائمة للتلاقي. طبعا أنوه كثيرا بخطاب رئيس الجمهورية أمس الذي وضع إطارا للمرحلة المقبلة، وإن شاء الله تكون الوحدة هي العنوان الأساسي والتلاقي هو العنوان للمرحلة القادمة. وفور وصول موكب الجثامين تقدم مستقبلوه إلى النعوش وقرأوا الفاتحة لأرواح الشهداء، ثم قام الكشافة بوضع أكاليل الزهر ونثر ماء الزهر ومياه زمزم المباركة على جثامين الشهداء تحية لهم على وقع تكبيرات المساجد وقرع أجراس الكنائس. وكانت أقيمت لموكب جثامين الشهداء محطات استقبال حاشدة على طول الخط الساحلي بين صور وصيدا، ولا سيما في منطقة الزهراني. رأفت نعيم، أخبار المستقبل، صيدا.